السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أقدم لكم شرح تدوين بالنسبة للمبتدئين في بلوجر. مجرد ما بنفتح صفحة التدوين في بلوجر، اللي هي إنشاء مشاركة جديدة أو إنشاء موضوع جديد، موجود في الأول عنوان المشاركة، ودوت العنوان بتاع الموضوع بتاعك. بتختاره مثلا عام 2015 أو عام سعيد، ده اسم الموضوع. طيب بالنسبة للتأليف ديت، فهي عبارة عن الحاجات اللي بنكتبوها هنا، وبتكون كلام او بتكون صور او بتكون فيديوهات. طيب HTML ديت عبارة عن ايه؟ عبارة عن الكلام هو دوت بس بلغة ال HTML. يعني احنا ممكن ناخد لغة ال HTML على طول ونحطوها هنا مرة واحدة، اريح لنا من اللي احنا نكتب الكلام دوت باللغة العادية. بس ده لو المحتوى بتاعنا متاح، اللي هو HTML. في محتويات كتيرة، ممكن صور، ممكن فيديوهات، ممكن حاجات كتيرة، قوالب بتتحط بلغة ال HTML. طب خلينا في التأليف باللغة العادية. دوت بيعمل اندو، يعني رجوع للخطوة اللي انت عملتها. طيب تمام. ودوت العكس بتاعه، لو انت عملت اندو وحبيت تعيدها تاني. تمام. بالنسبة لل F ديت، فهي نوع شكل الخط، هنعمله كنترول A على كل دوت وهنشوف النوع. لو غيرنا هتلاقي شكل الخط اتغير معانا. طب بالنسبة للتي، التي ديت حجم الخط، عايزه صغير، الأكبر، زي ما انت عايز. طب عادي، ده بيفضل اللي يكون العنوان، اللي ده يبقى العنوان. طب ايه بي ديت؟ البي ده بتتقل الخط. طب والحرف الاي المرسوم ده بيخلي الكلام اخد مجرى الاتكاء، بيتعوج يعني بمعنى اصح. اليو بيخلي في خط تحت الكلمات. طب والاي وبي وسي بيخلي خط في النص. تمام. يعني احنا كده شرحنا الخمس حاجات دول او الست حاجات دول بمنتهى السهولة. كده كلامنا كله بسيط جدا. طب حرف الاي ده عبارة عن ايه؟ دوت عبارة عن اللون بتاع الخط اللي انت عايز تكتبه. لو عملت مثلا، لو اخترنا الاحمر، هتيجي تكتب اي حاجة هتبقى بالاحمر. طب حبينا نخلي الكلام ده كله احمر، هتعلمه كله كنترول ايه او بالماوس زي ما عملنا، وهتدوس على علامة الاحمر هتلاقيه اتحول كله لاحمر. الكلام ده بسيط بسيط. طب ايه السهم دوت؟ دوت مش سهم، ده قلم. القلم دوت بيخليك الخلفية بتاعت الكلام بتاعك باللون اللي انت عايزه. مثلا عايزينها اصفر، نروح جايين عاملين كده اهو ونخلو خلفية صفر. شوف الكلام، شوف الكلام، سبحان الله سبحان الله، الكلام كله سهل. طب بالنسبة للارتباط، الارتباط دي عبارة عن ايه؟ الارتباط دي عبارة ان انت عايز تضيف مع الكلام او مع كلمة معينة لينك او عنوان بريد الكتروني. طب بنعمل ايه؟ مثلا نكتبه هنا للمزيد، اضغط هنا، عايزين ان هنا ديت نحط فيها اللينك، هندوس عليها، نعلمه عليها بالماوس، ندوس ارتباط. النص المراد عرضه اللي هو هنا، هتكتب ان هو الموقع اللي انت عايزه، مثلا نقوله جوجل، عفوا. وبالنسبة لفتح في نافذة جديدة، يعني انت عايز يفتح في نفس الصفحة ولا في صفحة جديدة، وبيفضل اللي هو في نفس الصفحة، وفي ناس بتعمله في صفحة جديدة، مفيش مشاكل، وبتدوس اوكي. كده انت وقفت على ديت، هتلاقيه اللي هو بيحولك على جوجل. ينفع من تغيير او ازالة، تشيلها من اول وجديد وكأنها مفيش حاجة، بتضيف موقعك العادي. تمام. كده عرفنا الارتباط بتعمل ايه. طب ديت عبارة عن ايه؟ ديت عبارة عن اضافة الصورة. عفوا النت بطيء عندي شوية، بس معلش، هو كل حاجة متطلبة تعب في الاول. الصورة بيحدد لك اللي انت عايز صورة من تدخلها من عنوان اللي هو اللينك، او من كاميرا قدامك دلوقتي، او من تليفونك، او من البوم اللي هو بيكيسيا، اكيد عارفه بيكيسا. وممكن من مدونة بيبقى فيها اساسا صور، اللي هي الصور اللي انت رفعتها قبل كده، او من على جهازك. احنا ممكن نختاره من على الجهاز، اختيار الملفات، تحميل عادي، هندوسه في الداونلود. 2015 هيحمل معانا. هو عفوا بطيء شوية، بس يعني هنضطر نستحمله اخواني الاعزاء. بطيء. طيب
طيب هو عامة انت اول ما تحمل الصورة بيبان لك علامة زرقاء حواليها، تدوس عليها وتدوس اضافة الصورة محددة. كده انت حددت الصورة، هتلاقيها نزلت لك في الالبوم او في المشاركة بتاعتك، وبتاخد الصورة تحطها في اي مكان انت عايزه في المشاركة، فوق او تحت او في اي حتة، حتى لو في نص الكلام او عايز تخلي الكلام جنبيها. ديت انت بتسحبها بالماوس، وكمان ينفع تغير حجمها او متوقف عليها، خليها كبيرة او صغيرة زي ما انت عايز. تمام، طب احنا كده وصلنا للصور. ايه اللي بعد الصور؟ الفيديوهات. الفيديوهات سهلة جدا، في كذا امكانية للفيديوهات، منها اللي انت ترفع الفيديو على جهازك زي الصورة بالظبط، ودي اول حاجة. تاني حاجة من اليوتيوب، وده ممكن عن طريق السيرش. المقاطع في اليوتيوب ديت ممكن اساسا انت تجيب اللينك ده. المقاطع في اليوتيوب دي، عفوا، المقاطع في اليوتيوب دي تبعك انت في اليوتيوب بتاعك. اما من اليوتيوب ديت ممكن انت تجيب بقية اللينك بتاع اليوتيوب بتاع الفيديو وتحطه هنا، هو هيظهر لك الفيديو على طول اللي انت عايزه. بسيطة جدا العملية. طيب احنا كده خلصنا الفيديوهات وخلصنا الصور، داخلين على ديت. ديت عبارة عن خط ما بين كل مجموعة، او بينقلك لمجموعة تانية، هتكتب اي كلام برضو هينقلك لمجموعة تانية وهكذا. طيب ده عبارة عن ايه؟ ده اللي بيساوي الخطوط. يعني احنا لو عملنا كده كنترول ايه على كله، وقفت على دوت وخليته في النص، اهو خلالنا الكلام كله في النص. طب احنا عايزين نخلوه في الشمال، هندوسه في الشمال هيروح الشمال، هنرجعه في النص تاني. بسيطة العملية، بسيطة دوت معانا في اي وقت. طب انا لو كنت عايز ارتب الجمل دي من 1 2 3 4، هعمل كنترول ايه برضو تاني وادوس على ديت، هيخليهم لواحد 2 3 4 زي ما انا عايز بالظبط، من غير ما اتعب نفسي واقعد اكتب. طب عايز الغيها، ادوس عليها تاني هتشال. طب عايز نقط، ادوس على اللي جنبها تخليني نقط. طب عايز الغي النقط برضو، ادوس عليها تاني. الموضوع سهل يا جماعة، بس هو محتاج شوية تركيز وممارسة. طب ده بيعمل ايه؟ العلامة السبعين دول، دول بيخلوك تتحرك بالكلام اللي معاك. ازاي مثلا؟ يعني انا كتبت ايه؟ اتش. شوف الاتش هيحصل لها ايه دلوقتي، ما بيحصلهاش حاجه، سبحان الله. طب سيبك من الاتش خالص، اظن يعني انا كده وصلت لاهم الحاجات في الموضوع. لسه فاضل كام حاجه بسيطه هشرحهم. دوت نوع الكتابه، اللغه هنخلوها العربيه. ده بالنسبه لو انت عايز تبتدي من الليفت او من الرايت، يعني من الشمال او من اليمين، هيحولك هو. تمام كده احنا خلصنا معظم او اغلبية الحاجات اللي احنا بنحتاجها في بلوجر. طيب هنبتدي في الحاجات اللي في الجنب على الشمال ديت. انا بشرح عربي اخواني، للاخوة المصريين وللاخوة العرب. الاجانب بسم الله ما شاء الله مش محتاجين يعني، واكيد هم ما بيشتغلوش على بلوجر حاليا. التسميات. التسميات دي عبارة عن ايه؟ عن اسم الموضوع او العنوان الاولاني في المشاركة، دوت اللي هيبان في موقعك. عايز تخلي الموضوع ده اسمه ايه، وهو يفضل اللي هو يكون باسم الموضوع او باسم مقارب لاسم الموضوع، بيدي نفس المعنى. تمام، بعد ما بتكتب بتدوس تم، يبقى كده انت عملت التسمية بتاعت موقع. طب جدول الزمني ده اللي انت عايز تنزل المشاركة دي بعد ساعتين، بعد 3، بعد 4، زي ما انت عايز. الوصلات دوت النوع اليو ار ال او اللينك بتاعك اللي انت عايز تعمله رابط مخصص، يعني عايز تعمل لينك مخصص او مش عايز تعمل لينك مخصص. تمام، بالنسبة للمكان ده انت لو المشاركة بتاعتك ليها علاقة بمكان معين، ممكن تخليها يعني ليها علاقة بماليزيا او ليها علاقة باسكندرية، ممكن تربطها بنفس المكان اللي انت عايزه. وصف البحث ده اللي هو هيبحث عنك في السيرش. طب انت عام سعيد عام 2015 عايز تبقى ايه؟ يبقى بداية العام السعيد، بداية العام الجديد، عفوا، عام جديد، عام 2015. ده في وصف البحث، ده الوصف بتاع الموضوع بتاعك، عشان الناس في السيرش او في جميع المحركات البحث يدوروا ويلاقوك. طب هو بيتوصف ازاي؟ بيتوصف عن المحتوى بتاع موضوعك، وبيتوصف على عنوان موضوعك. تمام. طب بالنسبة للخيارات ديت يعني حاجات بسيطة، يا ريت متلعبش فيها، هي والعلامات المخصصة للبرامج الروبورتس حتى تكون متمكن بإذن الله. بعد كده لو حبيت تنشر هتدوس نشر، او حبيت تحفظه في المسودة هتدوس حفظ، حبيت تشوفه بتعمل معاينة وبتشوفه، والحمد لله. تمام، جزاكم الله خير، وان شاء الله اقدم لكم قريبا فيديو تاني، واسف للإطالة.
السلام عليكم ورحمة الله.